صباح الخير يا تانيا، مكملين في المتتالية الهندسية. أخذنا الصيغة الارتدادية للمتتالية الهندسية، والنهاردة هنبتدي في صيغة الحد العام. In general عايزين نعرف إيه هي المعلومات اللي لازم تكون موجودة عندي علشان أقدر أكتب الحد العام للمتتالية الهندسية. الحد هنا example بسيط جدا. لو أنا عندي متتالية هندسية بالشكل ده 2 4 8 16 and so on، انا عارفة ان الحد الاولاني باتنين، وعارفة ان الار اتفقنا اللي هي النسبة الثابتة، النسبة ما بين الحد الثاني الى الحد الاول عبارة عن 2، يعني 4 على 2 باتنين. طيب يبقى معناها ان عشان اكتب الحد العام عندي عبارة عن الحد الاولاني لازم اكون عارفاه، لازم اكون عارفة الار اللي هي النسبة الثابتة، ولازم اكون عارفة رتبة الحد. لازم يتوفر عندي 3 شروط: الحد الاولاني، الار، ورتبة الحد المطلوب. بالنسبة للمتتالية اللي انا بشتغل عليها دلوقتي، لو انا عندي ال EN هتساوي الحد الاولاني هنا باتنين، هنا هنا كمان اتنين to power n minus one. طيب حد هنا برضو example مكملة. لو انا جيت قلتلك عايزة رتبة الحد الرابع، انا عارف ان هو 16، بس عايزة اقول لكم ازاي الامور هتمشي. يبقى ال A4 اللي هو الحد الرابع عبارة عن 2 في 2 to power 4 minus 1، يعني 2 في 8 هتطلع ب 16. يبقى احنا كده فهمنا، يبقى ده كده الحد الرابع هو موجود عندي. يبقى كده فهمنا ايه هو المطلوب علشان اقدر اجيب صيغة الحد العام. تعالوا نشوف example 3 هنا عندي. بقولي لكل من المتتاليتين الهندسيتين اوجد النسبة الثابتة. عايز النسبة الثابتة يعني عايز الار، عايز الحد العاشر يعني ايه 10، يعني هعوض عن الان بعشرة، وعايز الصيغة الارتدادية، وعايز الحد العام. طيب انا هشتغل على المتتالية الاولانية الاول. اول حاجة النسبة الثابتة يعني هو اصل اوريدي قايل ان هي هندسية. علشان اجيب الار عبارة عن الحد الثاني على الحد الاولاني هتطلع باتنين، والحد الاولاني جيفن عندي بتلاتة. يبقى علشان اجيب الصيغة الارتدادية عندي الاي ان هتساوي الحد الاولاني بتلاتة، وعلشان اجيب الاي ان لازم يكون عندي الحد اللي قبله مضروب في النسبة الثابتة، والان هتبتدي عندي اكبر من او تساوي الاتنين. ده بالنسبة لي اسمها ايه؟ صيغة ارتدادية. معايا كده يا تانية؟ معايا. طيب انا عايز اجيب الحد العام علشان اقدر احسب الحد العاشر. معايا كده؟ اوكي. تعالوا نجيب الحد العام. يبقى عشان اجيب الحد العام عبارة عن ال A1 في R N ناقص واحد. يبقى ال AN بالتالي الحد الاولاني بتلاتة، الار عندي باتنين، وهنا ان ناقص واحد. عايز الحد رقم عشرة، لان هعوض عن ان بكام؟ بعشرة اهو. يبقى الاي عشرة هتساوي تلاتة في اتنين عشرة ناقص واحد. كل يشتغل معايا بالكالكوليتر. تلاتة تايمز تو to power طبعا هتبقى 9، يبقى هتساوي 1536. تمام كده؟ تمام. تعالوا نشوف الجزئية التانية او الجزء التاني من المتتالية. هو عطيني هنا 10 to power negative 3، 10 to power negative 1، 10 to power 1، ونكمل 3 و 10 to power 5. اول حاجة علشان اجيب النسبة الثابتة قلنا الار عبارة عن الثاني على الاول ديفايد، يبقى 10 اس سالب 1 ديفايد 10 اس سالب 3. انا بطرح الاسس فهتبقى 10 سالب 1 ناقص ناقص 3، يبقى الار عبارة عن 10 اس 2. دي كده النسبة الثابتة. طيب محتاجة اجيب الصيغة الارتدادية. الصيغة الارتدادية عندي عبارة عن ايه؟
اي ان بتساوي ان الحد الاولاني جيفن عندي اللي هو 10 اس في سالب 3 تمام. كمان عارفة ان الاي ان عبارة عن الحد اللي قبله مضروبة في 10 اس 2 والان اكبر من او تساوي الاثنين، وزي ما اتفقنا ان دي الصيغة الارتدادية. طيب انا عايزة اجيب الحد العاشر، يبقى علشان اجيب الحد العاشر لازم اكتب صيغة الحد العام، يبقى الاي ان بتساوي الاي 1 ار اس ان ناقص 1. معايا كده؟ يبقى الاي ان ايكوالز 10 اس سالب 3 في الحد الاولاني، الار 10 اس 2 في ان ناقص 1. هو طالب مني الحد رقم 10، يعني ان ب 10 اهو، يبقى الاي 10 بتساوي 10 اس سالب 3 10 تربيع، طبعا هتبقى 10 ناقص 1، هتبقى 10 اس سالب 3 في 10، طبعا دي هتبقى 9 في 2 ب 18، 18 ناقص 3 يبقى 10 تو باور 15، يبقى ده قيمة الحد رقم 10. متابعيني يا تالتة يا تانية؟ متابعين تمام كده؟ تمام. طيب دلوقتي انا بس عايزة انبهكم لحاجة، ان احنا هنجيب هحل الاكزامبلز في الفيديو ده، وهيبقى فيه فيديو تاني بس للتمارين وكده ولا كده، احنا هنتقابل ان شاء الله بكرة في المدرسة. تمام تمام. بيقول لي هنا ايه بقى؟ ارسل احمد اثنين الى اثنين من اصدقائه رسالة نصية تتضمن بعض النصائح الطبية، وكتب في اخرها ارسل هذه الرسالة الى ثلاثة اشخاص اخرين لتعم الفائدة. وبالفعل اخذ كل متلقي لهذه الرسالة يرسلها الى ثلاثة اشخاص اخرين. يبقى هو اول حاجة بعتها لاثنين من صحابه، يعني اول حاجة بعتها لايه؟ الاثنين، كل واحد من ده هيبعتها لايه؟ لثلاثة، هتبقى ستة. الستة دول كل واحد هيبعتها لثلاثة، تبقى 18. التمنتاشر دول كل واحد هيبعتها لثلاثة، تبقى 54. يبقى معناها ان انا اقدر اكتب صيغة الحد العام. ليه؟ انا عارفة الحد الاولاني باتنين، وعارفة ان الار بتلاتة، اوصل ان الاي ان عبارة عن الحد الاولاني في ار اس ان ناقص واحد. يبقى الاي ان الحد الاولاني اللي هو باتنين، وهنا ار اللي هي بتلاتة، وهنا ان ناقص واحد. يبقى ده اسمه ايه يا تانية؟ ده اسمه الحد العام. طيب هو عايزني احسب ايه؟ عايزني احسب عدد الرسائل في الدفعة الثامنة. يبقى احنا وصلنا ان الـ AN equals 2 3 to power n minus 1. طيب خلينا نجيب هنا الحد رقم 8، نشوف هنعملها ازاي. هنا هعوض بعد كده عن قيمة 8، بس خلوني بس اقسم ان ده الجزء الاولاني وده هيكون الجزء الثاني. تمام كده؟ يبقى انا كل اللي هعمله ان هعوض، بس هي مجرد عملية تعويض، هيبقى 2 3 to power 8 minus 1. هيا تانية الكل يشتغل معايا، هتطلع في الاخر 4 3 7 4، يعني معناها ان عدد الرسائل في الدفعة الثامنة هي 4374 رسالة. يبقى ده عدد الرسائل اللي موجودة في الدفعة الثامنة. تمام كده؟ تمام. نيجي نشوف example number 5. هنا بيقول لي ايه؟ متتالية هندسية حدها الثاني، حدها الثاني يعني ايه 2، والخامس يعني ايه 5، يساوي 3 و24، يعني معناها الحد الثاني بثلاثة والحد الخامس ب24. طيب انا مبدئيا هستخدم صيغة الحد العام اللي احنا خلاص حافظينها، انا هكتبها هنا كده على جنب، ان الـ AN بتساوي الـ A1 في
ار اس ان ناقص واحد. طيب خلينا نشوف، تعالى نطلع المعلومات اللي هنا. من هنا هقدر اقول ان التلاتة بتساوي الحد الاولاني اللي انا معرفهوش، الار اللي كمان مجهولة بالنسبة لي، وهنا ان ناقص واحد يعني اتنين ناقص واحد هيبقى بون، يعني انا هنا هعوض عن ان باتنين، وهنا هعوض عن ان بكام؟ بخمسة. متابعيني كده؟ اوكي. نيجي هنا هقول ان الحد الخامس يعني 24 equals الحد الاولاني برضو اللي انا معرفهوش، وهنا ار اللي هو كمان معرفهوش، خمسة ناقص واحد باربعة. تمام كده؟ تمام. الخطوة اللي بعد كده، طب انا عايز دلوقتي انا عندي معلومتين او عندي two equation اقدر استجيب من احسب منهم المجهولين اللي عندي. هقسم الاولانية على التانية او التانية على الاولانية، مش هتفرق، هي كده كده دي نسبة او ريشيو. 24 على 3 انا هقسم ده على ده بيساوي A1 R أس 4، وهنا A1 R to power A1. طيب ال 24 على 3 بكام؟ ب 8 اهو، دي 8. ال A1 راحت مع ال A1، 4 ناقص 1 طبعا هنطرح الأسس يبقى R أس 3. انا هنا هاخد الجذر التكعيبي للطرفين، يعني الجذر التكعيبي لل 8 بيساوي الجذر التكعيبي ل R to power 3. منها اوصل ان ال R بكام؟ ال R ب 2. يبقى انا كده وصلت لل R. طيب محتاجة احسب ال A، هحسب ال A ازاي؟ بالشكل ده اهو. هاخد المعادلة اللي فوق السهلة دي، هنا 3 بتساوي ال A1 اللي انا معرفهاش و R اللي انا جبتها أس 1، يعني 3 بتساوي 2A1، يعني معناها ان ال A1 عبارة عن 3 على 2 هي divide two sides by 2. يبقى انا كده جبت الحاجات الاساسية عندي عشان اقدر اكتب صيغة الحد العام. عندي الحد الاولاني ب 3 على 2، عندي ال R ب 2. تعالوا نكمل. يبقى انا زي ما قلت انا عندي الحد الاولاني ب 3 على 2، عندي ال R ب 2. اول حاجة هكتبها هكتب الصيغة الارتدادية. هنا الصيغة الارتدادية هعمل هنا ايه تانية؟ انا عارفة ان ال A1 ب 3 على 2، وعارفة ان ال AN بتساوي ال AN ناقص 1 مضروبة في 2. تمام. اللي هنا ال N اكبر من او تساوي ال 2. يبقى انا كده جبت الصيغة الارتدادية. طيب بنفس المعلومات اللي متوفرة عندي عايز اجيب الحد العام. طب هجيب الحد العام ازاي؟ انا عارفة ان ال AN بتساوي ال A1 R to power N minus 1، يعني ال AN بتساوي الحد الاولاني ب 3 على 2، ال R ب 2، وهنا N minus 1. يبقى انا كده جبت الصيغة الارتدادية وجبت هنا الحد العام. معايا كده تانية؟ معايا. لاحظوا ان احنا ماشيين بنفس افكار المتتالية الحسابية. اخدت مفهوم المتتالية الحسابية ومفهوم المتتالية الهندسية، اخدت الصيغة الارتدادية للحسابية والهندسية، اخدت الحد العام او صيغة الحد العام للحسابية والهندسية، واخدت ازاي اقدر اجيب الحد العام بمعلومية عدد اتنين حدود سواء كانت حسابية او هندسية. طب نكمل. اخر ده اخر اكزامبل عندي في الدرس. هنا بيقول لي عايز في الحدود عدد حدود المتتالية، يعني بدور على ايه؟ على ان. انا هنا ايه المعلومات اللي اقدر اطلعها من المتتالية اللي قدامي دي؟ اقدر اطلع ان الحد الاولاني باربعة، اقدر اطلع ان الار هقسم التاني على الاولاني بتلاتة، واقدر احدد ان الحد الاخير اللي هو معرفش رتبته قد ايه ب 2916.
هناك برضو عشان اجيب عدد حدود المتتالية الحسابية استخدمت صيغة الحد العام. هنا نفس الموضوع، هستخدم صيغة الحد العام للمتتالية الهندسية، بل ايه ان بتساوي الحد الاولاني ار ان ناقص واحد. طيب تعالوا نعوض، ايه ان بالنسبة للحد الاخير 2916 بتساوي الار عندي اللي هي بتلاتة. هنا سوري ان ناقص واحد اوكي، هنا الحد الاولاني. طب ثواني امسح احسن علشان ايه بس نبقى ماشيين بنفس السيكونس بتاعي. هنا الاي 1 اللي هي باربعة، بعدين عندي الار اللي هي بتلاتة تبار ان ماينس 1. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ الكل يقول يا تاني هعمل ايه؟ طبعا هقسم الطرفين على اربعة. اهو قسمت الطرفين على اربعة هيديني ايه؟ هيديني 729، دول راحوا كده مع بعض، هيديني 3 to power n minus 1. يبقى انا كده وصلت لأهم خطوة عندي، n 729 equals 3 to power n minus 1. انا بس عايزة اعملها هنا في حاجة لوحدها بس علشان تبقى الامور واضحة بالنسبة لكم وانتوا بتشتغلوا. مش هنا عندي 3 to power n minus 1، هنا الاساس عندي كان 3، يبقى لازم تدوروا على 729 دي 3 أس كام؟ هتقعدوا تجربوا في حالة هوصل ان هي 3 أس ايه؟ 6. ده في حالة ان انتوا طبعا لو ايه مش عارفين بقى ومش حافظين هي على طول بكام. تمام كده؟ يبقى انا هشيل 729 دي احط مكانها 3 أس 6، وهنا 3 باور ان ماينس 1. طيب وبعدين يا تانية نفس الاساس راحوا، يبقى الأسس هتكون متساوية، يعني معناها ان n minus 1 بتساوي 6، ودي دي هناك يبقى ال n بايه؟ ب7. يبقى اوصل ان عدد حدود المتتالية الهندسية عندي هي 7 حدود. هتروحوا تحلوا لي الهوم ورك اللي موجود عندكم في سايت المدرسة 8 تانية، وان شاء الله اشوفكم. وهتبقى حصتنا اللي جاية عبارة عن أسئلة مراجعة عامة على أفكار الدرس ده. أوكي يا تانية؟ أوكي شكراً.